السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات. بنكمل النهاردة ملحمة سورة الشعراء من فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان. جننا مبارح وهيكمل الجنان علينا النهاردة إن شاء الله، فيلا بينا نكمل من حيث انتهينا. احنا وقفنا مبارح عند الجملة اللي كان بيقول فيها عجم ويقفل صبا، تعالوا نشوف هيعمل ايه تاني. الله يا من الكلام ده والله يا ابو علاء يا ابو علاء الله يكرمك على كده يا عم كفالك الله الوقفة جميلة طبعا ما زال في الصبا كذلك كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوا الله. بس تنكر تاني بيدندن اول الجملة الجاية بيجهز ستار يا رب. صبا حزين ومتأثر قوي ولمس هنا روح الشيخ محمد رفعت. نزل للدور الاول يعني نزل للقرار لانه هو قاعد في الدور الثاني يعني في الجواب. اهو بيقول له شايف المجازر اللي بتحصل لنا هنا، مجازر والله فعلا مجازر مجازر. الله بس تنكر برضو نكمل. كذلك وأورثنا بني إسرائيل
الله. فاتبعوهم مشرقين. الله 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 الله. الله بيمهد هنا لحاجة مهمة جدا وانتقال مهم جدا، ركز. انتقل هنا لمقام الحجاز، جابوا من الجواب لمسة خفيفة كده وقف في الوسط وبعدين اظهروا زي ما احنا سمعنا دلوقتي. نكمل. الله. جواب مقام الحجاز. الله الله. برضو ما زال في الحجاز، جواب مقام الحجاز. نزل القرار تاني. الله. إعادة للمرة الثالثة بناء على طلب الجماهير. الله. قرار مقام الحجاز. Oh!
الله بيعمل شوية لخبطة كروماتيكية علشان يستعد للنقل. وهنا ممهد للانتقال للنهاوند. ركز. الله نهاوند بس كان حنين في قفلته شوي وجابه من جوابه نجابوش من قراره. نكمل. الله الله صوته حلو، حسه حلو، هو في الجواب دلوقتي وصوته مازال بيلمع صافي وثابت زي ايد الجراح، مفيش هزات ما بيرتعش، هو قرار بياخده هقف على الدرجة ده، هي يعني هقف على الدرجة ده. طبعا هو مش في باله بقى هقف على الدرجة دي بالظبط، لا هو متخيل الصورة في ذهنه وبيرسمها بصوته بكل بساطة وبكل سهولة، وإمكانياته مساعداه، عنده الإمكانيات اللي تترجم خياله ده، والسميعة مساعدين وعمالين ينكشوه، لا دي ما تعديش كده، لا قول دي تاني، لا دي كمان مرة، لا 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 انت كده ضحكت علينا، فمساعدينه ان هو ايه يبدع. انما لو يلا يا عم انجز خلصنا بقى ورانا شغل، مش هيقرا حاجة، مش هتسمع منه حاجة، هيبقى تقضية واجب كده. انما هما بيطلعوا منه الإوالة. نكمل. انتقال مباشر بلا توقف. انتقل هنا نقلة في غاية الروعة والجمال ولم تكن متوقعة على الإطلاق. انتقل من مقام النهاوند لمقام الرست على نفس الدرجة على الطاير في جملة واحدة. في جملة واحدة يا شيخ. ويقول لك في الآخر يقول لك ده ما بيقراش لما يعمل كورد. ده مين ده اللي ما بيقراش لما يعمل كورد؟ قال ما بيقراش غير كورد قال. هنسمعها تاني. يلا نسمع تاني. ومن معه كانت هنا النقلة، انتقل من النهاوند للرست. يكمل. اهو بيقول له ده تطور رهيب، ده اكيد ده فنان موسيقي فاهم هو عمل ايه. الله
سنه والقران الشريف لك. انا عارف، انا مش هقول لك انا من عارف. لا لا لو انت مفتري ده ما حدش يقول فيك الكلام. لا 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 بقول له لا 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 ده انت مفتري ده ما حدش بيقول الكلام ده. الله عادها تاني، بس الانتقال هنا كان في وأنجينا موسى ومن معه. ما شاء الله، انتقال من النهاوند للرست في نفس الجملة وعلى نفس الدرجة، والنهاوند كان من الجواب والرست قفله في القرار. يا سبحان الله. بيسلطن بقى في مقام الرست شوية. الله يا سلام. ثلاث مرات بثلاث طرق مختلفين. سلم مقام الرست كله من فوق لتحت. والله العظيم لسه في حاجات والقران، والله العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. الله الله، حتى قفلات الرست المعروفة والشائعة ما بيقفلهاش، ما بيقفلش زي بقية خلق الله. هو خلقه لوحده، هو دماغه مريحانه يخالف اي حد، وهو كان من مبادئه ان هو القارئ لابد ان يكون مستقلا بذاته، لازم. دي كانت من المبادئ اللي هو عايش بيها. تقدر انك انت تتأثر بفلان وتتأثر بفلان، لكن ليك مدرستك الخاصة اسمعوك يقولوا ده فلان. الآخرين وأجينا
الله 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 عادها تاني عاد تاني الانتقال اللي هو عجب الناس من النهاوند للرست الله عايز يرجع باتي ويقفل والله ما تختم الا عند الا من اتى الله بقلب سليم الجمهور اللي بيقسم عليه ما انتش قافل النهارده تجيبش سيرة الموضوع ده ابدا هتكمل يعني هتكمل انتش هتختم الليله دي للاسف هنضطر نتوقف لحد هنا النهارده علشان الحلقه بقت طويله قوي استنونا بكره ان شاء الله هنكمل الجزء الجديد شكرا لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته